للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر سكايب السيد عماد الدين المنتصر، وهو الناشط الحقوقي من ولاية بوسطن في أمريكا. سيد عماد، أهلا وسهلا بك معنا في قناة تناصح. بداية، كيف تعلق على هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في لاهاي والذي أعلن من خلاله عن تقديم العديد من الحقوقيين وبعض من عائلات الضحايا لأدلة ودعوى قضائية تثبت تورط المجرم خليفة حفتر في جرائم حرب في ليبيا أو انتهاكات ضد الإنسانية عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالمشاهدين. أعتقد أن أهم ما في الموضوع الآن هو انضمام مؤسسات عالمية سواء أوروبية أو أمريكية في ملاحقة العقل المدبر والشخص المسؤول مباشرة عن جرائم الحرب التي وقعت في بنغازي ومناطق أخرى في ليبيا. هذا هو أعتقد أهم في الأمر الآن. أصبح العالم يعلم ويعرف أن المسؤول الفعلي هو خليفة حفتر، أن محمود الورفلي مع فظاعة جرائمه وبشاعتها إلا إنه مرؤوس، وحسب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية فالمسؤولية التامة تقع على المسؤولين والقادة الذين إما يأمروا بالقيام بهذه الجرائم أو لم يقوموا بفعل ما يجب حتى يمنعوا وقوعها. فالآن هناك زخم عالمي سواء في أوروبا أو في أمريكا لملاحقة خليفة حفتر، وأتوقع أن تتزايد هذه الملاحقات وأن تنضم إلى هذا العمل مهيئات ومؤسسات أخرى، وسنصل بعون الله تعالى عاجلا إلى أمر قبض على خليفة حفتر بنفسه. طيب سيد عماد، تعقيبا على كلامك الذي قلت من خلاله أن هناك زخم عالمي أوروبي حول هذه القضايا والانتهاكات ضد الإنسانية التي تحدث في ليبيا من خلال المجرم خليفة حفتر، هناك مكتب محاماة أوروبي متخصص في تقديم الدعوة أكد وجود فيديوهات مرئية، تسجيلات مرئية لخليفة حفتر وهو يأمر أتباعه بقتل أسرى، بأيضا منع الدواء والغذاء عن بعض الأمينين. كيف ستؤثر هذه الأدلة على محكمة الجنايات الدولية من خلال اتخاذ قرارات فعلية وتطبيقها على أرض الواقع، ليس اتخاذ قرارات فقط؟ هذه الفيديوهات سواء التسجيل بخصوص منع الطعام والدواء والهواء عن سكان مدينة درنة، أو التسجيل الآخر الذي يأمر فيه خليفة حفتر أتباعه بأن لا يبقوا على أحياء، هذه الجرائم منصوص عليها حرفيا في ميثاق روما الأساسي، لا تحتاج إلى شرح أو إلى توضيح، جرائم واضحة منصوص عليها. هذه التسجيلات قدمناها للمحكمة الجنائية الدولية منذ أشهر، وكذلك إلى السلطات الأمريكية، والآن جاءت هذه المؤسسة لتؤيد ولتؤكد على فظاعة هذه الجرائم. هناك كذلك أصحاب اختصاص في أمريكا علقوا على هذه التسجيلات وقدموا هذه التحليلات، ونحن بدورنا قدمناها سواء للمحكمة الجنائية الدولية أو لواشنطن. فكل هذه الدلائل والقرائن والإثباتات أعتقد تصب في صالح العدالة، وسنرى أن سيكون لها تأثير كبير جدا على سير التحقيق وعلى تحمل خليفة حفتر كما ذكرت شخصيا المسؤولية الجنائية في القيام بهذه الجرائم. طيب، ولكن سيد عماد، المفارقة فقط أستشف من حديثك أو الكلام الذي تفضلت به حاليا أن تقدمتم بالعديد من الأدلة من خلال أشهر ماضية، على العديد من الأشهر، لماذا لم تتحرك محكمة الجنايات الدولية إلا من خلال إلقاء أمر قبض واتهامه بارتكاب جرائم حرب بحق المدعو محمود الورفلي؟ إذن هل السؤال المطروح هنا، هل قبلت هذه المحكمة الجنائية الدولية؟ هل تم قبول هذه الدعاوى والأدلة والبراهين المقدمة من سيادتكم، أم أنها لم تقبلها؟ يبدو أن لم تقبل هذه الأدلة ولم تقبل هذه البراهين. دليل ذلك أستشف من كلامك أيضا أنك قلت سيؤثر هذا الزخم الأوروبي والعالمي. إذن لربما محكمة الجنائيات الدولية، المشاهد يفهم الآن أن محكمة الجنائيات الدولية لا تستمع إليكم أنتم كنشطاء حقوقيون ليبيين، ولا تستمع للأدلة القادمة من ليبيا، إنما تستمع فقط للأدلة القادمة من منظمات حقوقية أوروبية فقط.
نعم، المحكمة الجنائية الدولية قبلت الشكوى التي قدمناها في 22 مارس 2017. عندنا مراسلات من المحكمة الجنائية واتصال بالمحققين. حفتر هو يخضع للتحقيق، سواء صدور أمر قبض بحق فرد داخل مؤسسة أو داخل هذه المنظومة، هو قد يكون أمر تكتيكي. المحقق المدعي العام أحيانا قد يركز على شخص ما داخل هذه المنظومة لغرض معين أعتقد معروف، هذا ليس أمر جديد. وكذلك أعتقد أن الشرائط الخاصة بمحمود الورفلي من شدة الفظاعة كذلك دفعت بالمحكمة أن تبدأ به وبملاحقته، لكن الشكوى مقدمة منذ شهر مارس، التحقيق جار، خليفة حفتر جزء من هذه أو أحد المشتبه بهم. وما قصدت أن أقول أنه كلما زاد الزخم، مثلا عندما تطالب من نائبة مندوب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة بمتابعة هذه القضايا وتذكر بعض هذه الجرائم بالتحديد، وكذلك بعض السفراء الآخرين، هذا كله يدفع بالتحقيق إلى الأمام. المحكمة الجنائية الدولية كذلك تعتمد على دعم دولي لتتمكن من القيام بالتحقيق وبمقاضاة المتهمين. طيب، ولكن سيد عماد لا أريد أن أقاطع، ولكن المحكمة كما قلت تريد دعم دولي، ولكن لربما يمكن ربط أن تقديمكم لأدلة وبراهين من شهر مارس الماضي لم يتم تحقيقه حتى الآن، ولم يدل لم يتم الحكم والقضاء في هذه الإدانات وهذه الاتهامات. هناك بعض التسريبات اطلعت عليها أو ظهرت على السطح أخيرا أن خليفة حفتر قد وكل أحد من أبنائه بالتعامل مع إحدى المنظمات المهتمة بتلميع صورة خليفة حفتر لدى الكونغرس الأمريكي، لربما ويتم دفع بالدولار أيضا هنا في هذا الموضوع 120 ألف دولار لتغطية 6 أشهر، لربما هذا الأمر يساهم في تعطيل الحكم والقضاء في محكمة الجنايات الدولية عن طريق الكونغرس الأمريكي إذا تم تلميع صورة هذا المجرم هناك. نعم أخي، هو صراع، نحن في صراع مع هذا العدو الصائل، صراع قضائي، صراع سياسي، نحن في صراع إعلامي بدون شك، ونحاول بقدر الإمكان أن نغطي كل هذه المحاور في أوروبا أو في أمريكا، فهي ليست عملية سهلة. كذلك نعم، كما ذكرت أنت، هم يحاولون الآن عن طريق استئجار شركات ضغط لتحسين صورتهم. عندهم نشاط آخر قد لا يتسع الوقت الآن للخوض فيه هنا في أمريكا، نشاط آخر إعلامي، نشاط بحثي، نشاط تجاري، هذه كلها وسائل يحاول بها خليفة حفتر أن يدفع هذه الهجمة القضائية على نفسه. ولهذا نحن نخوض هذه المعركة بكل المستويات كما ذكرت، إعلاميا، قضائيا، وسياسيا. طيب، كلها تصب في نفس الهدف، ووجود مؤسسات عالمية منها المؤسسة التي تحدث اليوم، هناك مؤسسات أخرى تتابع الأمر لكني لا أستطيع أن أعلن عنها الآن. طيب، سيعلن عنها في الوقت المناسب، لكن كل هذه الجهود تصب في مصلحة التحقيق، كلها تكمل بعضها، وأعتقد أننا سنرى كما ذكرت المزيد من هذه الجهود، هذه المؤسسات التي ستدفع. طيب، سيد عماد كسؤال أخير وأرجو منك الاختصار في الإجابة، في ظل كل هذا الصراع الدائر من خلال محكمة الجنائية الدولية، من خلال أنتم كنشطاء وحقوقيون وبعض المنظمات الأوروبية في إثبات الأدلة وإظهار الأدلة والبراهين التي تثبت قيام خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا ككل، وفي ظل أيضا قيام الأخير بمحاولة تلميع صورته لدى الكونغرس الأمريكي، هل نتوقع من الجنايات الدولية باختصار نعم أو لا، هل نتوقع من الجنايات الدولية أن تتهم وتصدر أوامر بالقبض في حق خليفة حفتر، وإذا كانت بنعم لماذا، وإذا كانت لا لماذا أيضا؟ نعم، أنا متأكد ومطمئن أن المحكمة الجنائية الدولية ستصل إلى إصدار قرارات بالقبض على خليفة حفتر، لأن هذا من صلب اختصاصها
ولأن المادة 28 من ميثاق روما الأساسي يلزم هذه المحكمة بمقاضاة القادة العسكريين الذين يقومون بإعطاء الأوامر لارتكاب جرائم حرب. نعم، إذن السيد عماد الدين المنتصر كنت معنا عبر سكايب الناشط والحقوقي، شكرا جزيلا لك.